عباد الله، للتذكير والتأكيد، انصروا إخوانكم المجاهدين بما تستطيعون، انصروهم بالدعاء، انصروهم بالمال، انصروهم بالكلمة المسموعة والمقروعة، انصروهم بالصورة الحية المعبرة، انصروهم بكل وسيلة من وسائل الإعلام، انصروهم بنشر بطولاتهم وانتصاراتهم وملامحهم، فهم على تلك الأرض المباركة يسطرون أعظم الملامح. ستتجلى قريبا وهي ظاهرة لمن يراقب ويتابع. انصروهم أيضا عباد الله بمقاطعة منتوبات كل من يقف بجانب الصهاينة من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو دول أيا كانت، فإخوانكم يرجون منكم المزيد والمزيد من النصر حسب ما تستطيعون. إن إخوانكم هناك يجاهدون لأجل الإسلام ولأجل المسلمين ولأجل المقدسات ولأجل الأرض الإسلامية، واعلموا عباد الله وليعلم الآخرون أن العدو لا يفرق بين مسلم وآخر.